أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين. في طريق جديد نسلكه إلى الله سوياً. نتساءل عن حال المصريين وصله رحمهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته فما لنا وما علينا في هذا. وبين هذا وذاك هناك من تراث المصريين الكثير من العلامات التي تؤخذ من هذا التراث ويرد فيها عليه فإننا في ملك الله نسعى جميعا لأن نعرف ولأن نتعلم. ولان نتدبر مما خلق الله لنا لكننا نتوقف مع التصوف بين الحقيقه وبين الحق وبين العلم وبين الرؤى نبحث عما يتفق والنص القراني والسنه النبويه ويتجنب المصريون ونحن جميعا ما يخالف وان كان في النفس هوى يحدثنا القشيري رحمه الله في مقام اهل الله لكنه يتوقف عند باب عظيم الشان يتوقف مع الصمت وللصمت حال وللصمت مقام وللصمت الكثير من المقال فماذا قال عن الصمت يقول الامام القشيري رحمه الله ان الاستاذ استاذه قال له من سكت عن الحق فهو شيطان اخرس وبين كل هذا كان الحديث الذي نقله وقال فيه: تكلمت فاحسنت بقي ان تسكت فتحسن ثم يتوقف عند بعض الابيات فيقول انشدوا رايت الكلام يزين الفتى والصمت خير لمن قد صمت فكم من حروف تجر الحتوف ومن ناطق ود ان لو سكت هكذا قالوا عن الصمت وهكذا نتكلم اليوم عن الصمت وعن الزهد وعن الحب في طريق جديد الى الله من مملكه الدراويش طريق جديد الى الله مع ضيف كريم نتحدث اليوم من مملكه الدراويش الى مشاهدينا الكرام في هذا المقام ارحب بضيفي الكريم الدكتور عمرو الورداني دكتور عمرو هو امين الفتوى بدار الافتاء المصريه وايضا مدير مركز الارشاد الزواجي دكتور عمرو اهلا بحضرتك خطه عزيز حضرتك يا استاذه وأنا سعيد جدا جدا في هذا الحال اللي اسال الله سبحانه وتعالى انه يكون حال ترقي ويكون حال ان شاء الله فتح علينا يا جبنة. رب يا رب اللهم امين رمضان بيكون فرصه دكتور عمرو انه الناس تبدا تفكر وتتقرب وتتدبر وتمارس سلوكيات روحانيه اولا وترتقي فهذا ينظر اليه بانه من قواعد التصوف البحث عن الله سبحانه وتعالى والتقرب الى الله سبحانه وتعالى فهل نستطيع أن نصف رمضان بأنه البوابة العظمى للدخول إلى عالم التصوف بقلب سليم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, الله المبعوث رحمة مدامة بعد فالحقيقة أن كل العبادات الأربعة اللي مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي عبادات يمكن أن نسميها عبادات مكتملة الغاية يعني إيه مكتملة الغاية؟ أن العبادات الأربعة سواء كان الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة كلهم بيحققوا المقاصد الثلاثة بأفضل ما يكون اللي هي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعمران اللي هو هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والتزكية التي في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها لما جه التدين الكمي ببشاعته وشراسته وثقل تراكمه حاول ان يردم على هذه المعاني مصر دب فيها التصوف حتى صار في مفردات الحياه فجمل الحياه التصوف يعني اغرق مصر في انوار الله بثلاثه قيم بالرحمه والخير والجمال شوفي كل اللي انا هقوله من العادات المصريه آه، جميل الايمانيه المنوره التي ساتي لها بالدليل من الكتاب والسنه كلها هي بدعه عند هؤلاء اتفضل وحضرتك عارفه ان مفهوم البدعه تم آه. احتلاله آه. في حاجه اسمها احتلال المفاهيم ومارسه التدين الكمي يختزل المفهوم ثم المفهوم يختل يبقى في احتلال اختزال المفهوم ثم اختلال المفهوم ثم يحصل احتلال المفهوم آه. زي ما حصل في مفهوم البدعه آه. ومفهوم البدعه هو المفهوم هو التطبيق العملي لمساله التكفير مم. يعني المفهوم البدعه بالمعنى ان اجعل كل ما لم يفعله النبي فهو بدعه وهو حرام يذهب بالناس الى عدم تطبيق الشريعه ثم يذهب بعد ذلك الى بالناس الى ان هم عن سنه آه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو يحتل مفهوم السنيه او يحتل مفهوم مم. السلف لصالحه ايضا كل هذا وينكره على غيره وينكره على غيره فلما نيجي مثلا المصريين سمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من سنته التعجيل بالفطر آه. فالتعجيل بالفطر ماذا نفعل؟ لكي يجعلوا التعجيل بالفطر يحصل للناس جميعا فماذا يفعل؟ اتى بالمدفع بمدفع رمضان لكي يسمع هذا التعجيل بالفطر كل الناس اللي حاصل كمان ان المصريين في التراويح مثلا آه. عملوا بسنه سيدنا عمر بسنه سيدنا عمر لان وده رد مهم جدا على اهل آه. التدين الكمي آه. آه. يعني هم يقولون بان كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعه كيف وسيدنا عمر مم. ما الذي فعله سيدنا عمر اللي فعله سيدنا عمر ببساطه خالص ان رسول الله خرج في التراويح في اول يومين ثم خرج في ثاني يوم فصلى الناس بصلاته في اول يوم وفي ثاني يوم، ثم لم يخرج في اليوم الثالث. فلما سالوه قال خشيت ان تفرض عليكم. آه هنا واضح قوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يريد ان من الصحابه ان يصلوا الشهر كله. ولكن في نفس الوقت ماذا؟ لما جه سيدنا عمر راح جامع الصحابه على سيدنا ابي بن كعب وصلوا عشرين ركعه. فوصل الشهر كله مع ان رسول الله لم يصلي الشهر كله وبدا من رسول الله انه لا يريد الناس ان تتم صلاه صلاه الشهر كله وخشى و... عليهم من من ال... من من ان تزداد التطارف. عليهم التكاليف من من تشدد خاف صحيح. عليهم من التشدد ف... فماذا فعل سيدنا أوه. عمر فلما قالوا هذه هذه بدعه قال نعمه البدعيه أوه. فقال ان هي بدعه حسنه الشاهد من ذلك إن المصريين ساروا على هذا الأمر. لا ثانية واحدة عشان حضرتك قلت حاجة مهمة إن هم خدوا البدعة إنها كانت تصلح حسنة أو أو سيئة. صحيح. فعمموها على إنها سيئة فقط. صحيح. و... هم... وشوهوا المصطلح. طبعاً هم صح. اختزلوا المفهوم. اه. يعني إحنا عندنا البدعة خمسة أنواع. اه. البدعة هناك بدعة واجبة وهناك بدعة مستحبة اه. وهناك بدعة مباحة وهناك بدعة مكروهة وهناك بدعة حرام. اه. فمن البدعة مثلاً الواجبة. رسول الله لم يقرأ في مصحف والمصحف بدأ جمعه سيدنا أبو بكر ثم بعد ذلك طبعه سيدنا عثمان ثم بعد ذلك نشرت نسخه على يد سيدنا عمر بن عبد العزيز إذن المصحف كان لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل الذي يجمع ما بين دفتين وكان واجبا علينا ان نفعل هذا العلوم علم الفقه علم العقيده علم علم اصول الفقه كل العلوم دي لم تكن بهذا الشكل في عصر رسول الله وكانت واجبة لأن هذا من حفظ الدين آه. إذن هذه بدعة واجبة آه. ثم بدعة مستحبة كما فعل سيدنا عمر في صلاة التراويح آه. وبناء المساجد آه. بهذا الشكل الذي فيه تعظيم لشعائر الله من البدعة المستحبة أيضا آه. ومن البدع المباحة الأكل الذي نأكله ولذلك إيه اللي حاصل رسول الله قال إن في طعام لم يرضى أن يأكله ومع ذلك أباح للصحابة أن يعني يأكلوا زي ما رسول الله ما أكلش الضب مثلا اه فسيدنا خالد سأله أحرام هو يا رسول الله قال لا لكن نفسي تعافى لم يكن بأرض قومي فهناك بدعة مباحة زي الثياب اللي احنا لابسينه ده أقول لحضرتك مثلا من الحاجات اللي أتى بها التد... التدين الكمي أنه كان يحتل حتى الثياب فأتى بالثياب مثلا لا علاقة له بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان هو دوت آه هو ثياب رسول الله، يعني مثلا القميص اللي أنا لابسه الجلابية اللي أنا لابسها دي دي مش شكل جلابية قميص رسول الله قميص رسول الله أشبه باللبس الذي يلبسه أهلنا في الريف اللي هو بدون لياء يعني كل من رأى عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها من غير لياء فليه؟ ولذلك الحديث اللي لما أمسك به اليهودي فأثر ذلك في رقبته كان كل دوت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يلبس هذه اللياقة هذه اللياقة من الأشياء التي تتعلق ببعض بعض المصطلحات في التحليل السياسي بيقول إن دي ليها علاقة بالطبقية فأصحاب اللياقات البيضاء مشهورة دي مشهورة جدا جدا فإذا هناك ما يسمى بالبدعة المباح وهناك بالبدعة المكروهة الذي الأشياء التي تؤدي إلى الحرام هناك البدعة الحرام كن بقى البدعه الحرام زي الويسكي والشمبانيا مثلا الويسكي والشمبانيا ما كانش موجود لكنه بدعة وبدعة حرام إذا كل هذا هو راح مختزل مفهوم البدعة بس في البدعة الحرام لأنه في الحقيقة يريد أن يمنع فيضان النور الذي كان مع أهل التصوف فمثلا على سبيل المثال هو يأتي ويقول مثلا على أهل التصوف أنتوا ليه تتسموا باسم مثلا معين ليه تتسموا باسم التصوف طب أنت ما انتم مسلمين أقول له يعني لماذا يعني أنت قبلت أن وصف سيدنا بلال بأنه الحبشي وسلمان الفارسي ووصفنا كمان أهل المهاجرين والأنصار ما كلها أوصاف موجودة لكن هو في الحقيقة كان يريد أن يأتي بنمط للتدين جديد لا علاقة له بنمط التدين الذي جرى عليه المسلمون وكون قلبًا مطمئنًا راضيًا الذي فعله التصوف بكل هذه الأشياء وكل الأفراح اللي عند المسلمين الزينة وكل ده يدخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون المصريين لما فرحوا كل هذا الفرح برمضان كانوا بيطبقوا, بيطبقوا مقتضى كتاب الله وفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور عمرو التصوف في مصر يوصف بانه قديم في صميم الشخصيه صحيح. المصريه صحيح وانه عميق عمق الاف السنين مع الشخصيه صحيح. المصريه باهتمامها حتى بتوثيق روحانيتها وعادتها وتقاليدها وانسانيتها والبعد عن ما يخالف الانسانيه اللي هي فطره طبع. الناس وصولا الى وقتنا هذا مر تقلبات كثير على الشخصيه المصريه وفضل في عمقها هذا التصوف لا يغيب طبع. في بعض الناس بتبقى شايفه الموضوع طريقه وبعض الناس شايفاه خلق وسلوك وبعض الناس مش عارفين هو ايه هو موجود هو بيتخلق باخلاق حسنه بيتبع سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لكن هو مش عارف ده ايه ده صحيح. توصيفه ايه عنده فخليني اسمع الثلاث انماط من حضرتك موقعهم ايه من الاعراب دلوقتي في المجتمع المصري هو الحقيقه التصوف هو نفس الترتيب اللي حضرتك تفضلت بيه هو موجود دائما أه. يعني التصوف طول عمره علم آه، وطول عمره كمان سلوك مم. وطول عمره كمان في طرق مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> لو نبتدي بالتصوف الذي هو علم آه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه <applause> في الدين صحيح. الدين في الحقيقة في حديث مشهور الناس لابد وأنا بحاول أجدد مع الناس مفهوم شوية بيبقى غائم عندهم وده اللي بيستغله كثير من أهل التدين الكمي إن هو فكرة أن المعروف ليس مهما وده غلط. أوه. ده المعروف لابد من التعمق في فهمه. منه حديث سيدنا جبريل، أوه. حديث سيدنا جبريل اسمه حديث أم السنة. أوه. وحديث أم السنة زي ما عندنا أم الكتاب والفاتحة، أوه. عندنا أم السنة وهو حديث سيدنا جبريل. حديث حديث سيدنا جبريل في الكلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان. العلماء عشان اللي دايما بنقول العلوم أتت للحفاظ على الحقائق والمعاني. كده فعندنا معنى الإيمان لو ترك يضيع ولذلك ليه العلماء ورثة الأنبياء؟ لأنهم يحافظون على الحقائق ولذلك يقولوا العلم هو إيه؟ إدراك الشيء على ما هو عليه يعني إدراك الحقائق. فجه العلماء أنشأوا علم الكلام وعلم التوحيد وعلم العقيدة عشان يحافظوا على معنى الإيمان، حقيقة مم. الإيمان. وأنشأوا علم الفقه للحفاظ على حقيقه الاسلام وأنشأوا علم التزكيه وعلم التصوف للحفاظ لحقيق... على حقيقه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فاذا علم التصوف يحافظ على مرتبه الاحسان فهم قالوا بقى في الممارسه ما في واحد ممكن ما يكونش عالم فهل هو ما يكونش صوفي قالوا لا لو كان هذا الشخص حصل من العلم ما يحصله لان هم عندهم ان التصوف هو الميراث الحقيقي لرسول الله ولصحابة رسول السلام الله السلام. يعني بيقولوا هو ايه التصوف غير اللي فعله الصحابي اللي قال سيدخل عليكم رجل من اهل الجنه اللي هو ماذا فعل قعدوا يرصدوا ثلاثه ايام ويدخل نفس الرجل فسيدنا عبد الله بن عمرو ذهب وطلب منه ان يضيفه ثلاثه ايام ليشوف ليرى ماذا يفعل فلم يجدوه الا انه ينام وليس في صدره شيء من أحد فقال له بهذا بلغت من بلغت فعرف السر بأنه هو قلب نقي قلب نقي هو دوت بقى يعني ما المراد من أهل التصوف قال إلا من أتى الله بقلب سليم يعني هم بيقولوا إيه ليست علامة التدين الحقيقي هو أن تكون تتحرك بحركات دينية ولكن هذه الحركات إذا لم تكن مغموسة في أنوار الله ونعم بالله ولذلك كان العباره عندهم كان التدين المصري بيقول ايه؟ بيقول كده بيقول ايه علامه تدين الانسان؟ علامه تدين الانسان في سبع سمات مش هطول فيها لكن في سمه مهمه جدا ان علامه المتدين المصري انه طيب اه الطيابه اه فنقول فلان دوت متدين يعني فلان ده طيب طيب اه طيب يعني ايه؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فطيب يعني ايه؟ طيب يعني ثلاث سمات زي ما حضرت النبي قال سهل سه، <سه> هين <سه> لين <سه> ورسول الله قال ان الله حرم النار على كل هين سهل لين طب ايه يعني انا دايما اقول للناس في تأملات الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا يتكلم عن نار الاخره فقط بل يتكلم عن نار النفسنة اه نار ونار الاحقاد ونار الغل والحقد فإن في فإن في الأولى نارا كما في الآخرة نار وإن في الأولى جنة كما في الآخرة جنة والدليل على ذلك وأتوا به متشابهة ففي جنة في الدنيا قبل جنة في الآخرة ولذلك الصحابي رسول الله ما قالش سيدخل عليكم رجل سيدخل الجنة لا قال لي حضرة النبي سيدخل رجل عليكم رجل من أهل الجنة وعايش في الجنة وده مش صعب احنا لما نكون في مثل هذا المجالس فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. أهل الله بقى هم دائما من أهم سمات أهل الله أنهم لا يؤجلون جمال العيش مع الله إلى من بعد الموت. بل هم يعيشون مع الله في جماله الآن. ولذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان. آه جنة احنا سيدخلون سنتخ... الجنه فالجنه الاولى فين في الدنيا, الدنيا. قال اذا كنت في معيه ال... اذا كنت في معيه الكريم فكيف يؤخر علي النعيم آه. اذا نعم. كنت انا في معيه الكريم سبحانه وتعالى هيؤخر علي النعيم ولذلك اللي حاصل هو بيعيش في نعيم في الدنيا مم. مم. قبل الاخره وكان ليها شيخ زمان قابلته كان من مشايخ الشوام كان كنت اقول له قابلته فقلت له مولانا الناس منتظرين يدخلوا الجنة في الآخر قال لي يا ابني اللي ما يدخلهاش في الأولى ما يدخلهاش في الآخر آه. ولذلك الله سبحانه وتعالى سبحان يدخلهم الجنة تعرفها آه. له وكأنه اللي ما يعيش في نور العلم يعيش في نور الجمال طب إيه اللي حاصل ده طب ليه بنقول كده بنقول كده لأن هو الحقيقة نحن نعتقد كرم الله سبحانه وتعالى هل نعتقد نعتقد ان جنه الاولى هي نفس جنه الاخر ابدا لا طبعاً. نعتقد ان جنه الاولى هي جنه الخلد ابدا ولكن نحن نحيا في كرم الله سبحانه وتعالى ده يخلينا لا نستصغر النعم آه. ولكن نعظم نعم الله سبحانه وتعالى ولا نستصغر سيدنا الحافظ ابن حجر بيقول على مجلس مثل هذا المجالس يقول ايه يقول تقطع مجالس العلم لان اذا مررتم برياض الجنه آه. يقول تقطع مجالس العلم قطعا من الجنة على الحقيقة على الحقيقة يعني أنا لو اعتقدت أن أنا في, في... روضة من رياض الجنة فأنا معتقد ما قاله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كثير يمكن من المصريين عندهم تعلق بمقامات الأولية صحيح وبزيارة الأضرحة وتبرك وكل هذه صحيح. التفاصيل وطعن في هذا كثيرا ورد عن هذا كثيرا لكن حصل نوع من انواع الترهيب المجتمعي وبقى ممكن حد يكون بيعمل ده وخايف يقول اللي حصل في المجتمع ده بعد كل عقود التطرف اللي مرينا بيها وواجهناها الان كيف يصلح؟ خلينا نقول بس ان ان مع تفسير الحاله بره. طبعا اتفضل خلينا نقول بس ان في مثلث اسمه مثلث التوهيم بيصنعه بيستخدمه دايما المتطرفين المثلث الاول يجي بدليل اسمه دليل المظلوميه اه يا ده حضرتك مشخص الحاله أوه. يعني أوه. يجي بدليل المظلوميه بعد ما يجيب دليل المظلوميه يعرض عليها حاجه اسمها مشروع البديل وبعد ما انا اذا سلمت له بدليل المظلوميه يخدني على مشروع البديل فإذا أنا قابلت مشروع البديل يروح كمان فتح لي بعد مشروع البديل يفتح لي كمان فلسفة المخلص آه. إن أنا لو ضعت أم عبدية والدين هيضيع من جزء في مشروع المظلومية إن هو كان لازم يقول هو إيه بيخلينا نرفضه نحن لا نرفض أحدا لا للون ولا لجنس الأهل الله عشان بس الناس تعرف إن مصطلح أهل الله أهل الله لا يرون إلا الله لا يرون إلا الله في أنفسهم فيرون أنفسهم لا شيء ولا يرون إلا الله في الناس فهم دول أهل الله لدرجة أنهم يرون يرون الله في كل شيء فيرون الحب لكل شيء لدرجة أنهم بيطبقوا قوله صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحبنا ونحب <applause> فلما شافوا فلما شافوا سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا دخل الجنة في كلب مثلا فإلا حاصل فصنعوا مساقي للكلاب ويجي واحد مثلا انا شافعي أه. وعندنا حكم فيما يتعلق بنجاسه الكلاب فكانوا يتعبدون الله يتعبدون الله بتطهير مساق الكلاب أه. فاذا هؤلاء الناس منفتحون على الجميع فمنفتحون على الجميع ليه أه. عشان ده فتخيل حضرتك والسادة المشاهدين ان في حد يجي يقول على دول ان احنا عايزين نطهر الدين منهم أوه. ليه سيدي قال والله لأن عقيدتهم مش سليمة في الله ده دول فسده. اللي بيعيشوا بلا حول ولا قوة إلا أوه. بالله ولا إله إلا الله قال لا ما إحنا لازم نجد سبب أيديولوجي عشان نفسد على الناس دي أوه. فنعمل إيه فنجيب بقى كل الشبهات اللي عندنا الشبهات العقائدية دي فيأتي بتصور عن التوحيد ليس له علاقة بالمسلمين رسول الله يقول له اقتلته بعد ان قالها يا اسامه ماذا تفعل اذا جاءت لا اله الا الله تجادل عنه يوم القيامه م. فايه اللي حاصل فاحنا بقى عندنا مفهوم عند اهل الله اسمه مفهوم المسلم الصعب ايه المسلم الصعب ده الذي ماله ودمه وعرضه حرام فما ينفعش نتكلم فيه لكن اصدقائنا واصحاب التدين الكمي حبوا يعملوا ايه؟ حبوا يعملوا مظلوميه. احنا مش رافضينكم، انا ليه قلت كل الكلام ده؟ <applause> نحن لا نرفضكم ولكن لا نقبل افعالكم. انت انت كانسان انت كانسان عندي مكرم محترم وده هو الاتزان اللي عندي. انت كانسان انت متزن لكن هذه الافكار انا اراها فسادا. انا اراها افكارا شيطانيه. أنا أرى هذه الأفكار مكتوب علي أنا خير منه أنت بطبقيتك تطبق أنا خير منه أنت بطبقتك تقول نحن أبناء الله وأحباؤه بتقول ده بتقول ده على من يوحدون الله على من يعبدون م. الله على من يحبون الله هذا هذا الرقيق سيدنا عثمان بن مظعون كان من أكثر الناس حبا للرسول الله وكأنه زي سيدنا أبو بكر لا يتحمل أن يتكلم رسول الله عن حبه وسيدنا معاذ لأنه فقيه وعالم فرسول الله سهل ان هو يقول له اني لا احبك يا معاذ لكنه بيرققه بال آه عشان بالحب. سيدنا آه. معاذ يتحمل لكن لو قال كده لسيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر يذوب آه. يعني هو سيدنا ابو بكر لا يتحمل ده آه. ولذلك لما ات قت... لما اتت الايه في القران ومين اكثر اكثر استحقاقا لو في المساله بالاستحقاق يعني ان يذكر اسمه في القران سيدنا زيد بن حارثه ولا سيدنا ابو بكر آه. سيدنا ابو بكر آه. ولكن لأن لأن سيدنا أبو بكر يحب أن ينسب لرسول الله ماذا قال؟ إذ يقول لصاحبه آه. لأن سيدنا أبو بكر لو كل واحد بيتلو بقى القرآن فيجيب اسم سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر لا يتحمل، سيدنا أبو بكر كان أسيفا، سيدنا عثمان بن مظعون يبدو إن في نفس سمت سيدنا أبو بكر كده رضي الله فما كانش في كلام كتير لكن رسول الله كان يحبه حبا جما. فلما توفي قال لهم علموا قبر أخي عثمان بن مظعون أدفنوا إلي. أدفن إليه. أدفن إليه؟ طب رسول الله هو اللي علمنا هذه الطريقة. إن احنا ندفن إلى جوار مقابر الصالحين. هتقولوا إن ده خاص بسيدنا عثمان بن مظعون؟ ما عندناش دليل خصوصية الدليل الخصوصية عندك. الأمر الثاني أنه لم يرد ولم نرى أحدًا يعتقد أن غير الله ينفع من ينفع ينفع أو يضر. أبدًا. لما نيجي تقول كده هو فعل سنة رسول الله صلى الله عليه رسول الله هل يمكن أن, أن يعلمنا رسول الله العبث؟ حشاء صلى الله عليه وسلم احنا لما بنمر على المقابر بماذا نفعل؟ نقول السلام عليكم دار قوم مش كده؟ آه. انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون مم. طب ما احنا بنكلم ناس بيفهموا بيسمعوا ولا لا؟ آه. اذا كانوا يسمعون ورسول الله وقف على قليب بدر وكلم المشركين وقال انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله كيف تكلم اناسا وقد ارموا؟ قال انهم أسمعوا الي منكم. فرسول الله اثبت لاهل المقابر سمعا واثبت لاهل المقابر بانهم يردون يبقى اذا اللي حاصل يبقى اذا ونحن عندما نسلم على اهل المقابر السلام عباده ما ينفعش ان انا اعبث بها فانا لما اسلم عليه فانا اعتقد ان هو يرد على السلام مصطلح زي قبوريين والحاجات دي من المفردات الدخوله او الجديده او المدسوسه على على المصريين هي هدفها برضو تشويه الحاله التدين المصري هو لاني حضرتك انا ممكن اقول كلام فضل. بصراحه م. التدين المصري هو احد حصون التدين للمسلمين جميعا أوه. لان التدين المصري اكثر حاجه فيه ولذلك هو دات احد تطبيقات كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فانهم في رباط الى يوم القيامه التدين المصري الميزه الذي التي فيه والتي تجعل المصريين في هذا الرباط ويقدروا يحافظوا على ده ويخرج منهم العلم بهذه الكثافه ولما يعملوا مؤسسه تعليميه ومن مؤسسه تعليميه بالقوه قوه الازهر ده ليه لان الشخصيه المصريه شخصيه فيها ميزه رائعه وهي شخصيه انا بحب التعبير ده شخصيه واسعه شخصيه متسعه شخصيه لا تضيق باي ثقافه شخصيه تستطيع ان تستقبل الاسكندر وتستطيع ان تستقبل التدين المسيحي تستطيع ان تستقبل كل الملا وتستطيع ان تستقبل كل الثقافات فده ادى الى ايه الى هذا الوسع طب وهذا الوسع يتناسب مع التدين نعم لان التدين اوسع بكثير من الناس فلما جه تدين المصريين بهذا الوسع جعل المصريين يبتكروا فيبتكروا ايه اللي حاصل فالابتكار ده خلى هذا التدين تدين واسع أوه. فالابتكار اللي عند المصريين مثلا يعني الناس مش قادره مش قادره شويه تدرس يعني تدرس التدين المصري يعني مثلا انا هجيب بعض الاشياء اللي ممكن الناس يعني مثلا زي مثلا خمسه وخميسه اه خمسه وخميسه هي في الحقيقه هو تعبير مصري مبتكر عن سنة رسول الله مش عن الشرك ما احنا أه. كل الكلام ده بيتقال ان هو شرك أه. وتقال كده ليه طيب قال لك لان المصريين ببساطة خالص لما عملوا كده كانوا قاصدين خمسة وخمسة المصريين عندهم طبيعة الخمسة هي الخمس آيات لسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقع من شر فساد في من شر حسن إذا حسن والمصريين عندهم عاده اذا كان هناك توام بيقولوا احمد وزد احمد مثلا يعني فسورة سوره الناس هي ست ايات طب مش هيقولوا الخمستين فقالوا خمسه أوه. وخميسه أوه. اللي هي سوره الناس لان سوره الناس وسوره الفرق هي الصور التي بها يتعوذ الانسان من الحسد أوه. هو عايز يعمل ايه يتعوذ. هو عايز يتعوذ من الحسد ومش عايز يكسر بخاطر اللي قدامه فبيقول خمسه وخميسه أوه. فالمقصود هنا انهم عبروا عن سنه رسول الله فعبروا بسنتين استخدموا الرمز اللي كانوا بيستخدموا رسول الله زي ما قال انا كافر لليتيم كهاتين في الجنه واستخدم كمان سنه رسول الله في التعوذ. منها مثلا هذا الابتكار هذا الابتكار الموجود عند المصريين. السيده عائشه لما سمعت ان الصدقه قبل ان تقع في كف الفقير تقع في يمين الرحمن طيبت الصدقه فماذا فعل المصريين؟ من زمان وهم بيعملوا هذا الإبداع في الصدقة، أولاً عملوا السبل. أنت عايز تشرب الناس مرة مية، تعمل سبيل المعباس ده بهذا الجمال ليه؟ قال لك لأن الله جميل يحب الجمال، فنبدع. حتى التكية زمان كانوا يعملوها شكلها حلو مهيئة جداً. وجميلة جداً. وفيها أحلى أكل و... و... وأجمل شيء يقدم. جداً جداً. آه. لدرجة مثلاً من الحاجات اللي عملوها إن هم أكلوا الطير في السماء. آه. يعني مأذ... مأذنة مأزنة ال... قبه الامام الشافعي عليها مركبه آه. رمز ال الامام الشافعي انه كان مرك انه كان سفينه في بحر العلم آه. بس الاهم من كده ان السفينه دي او المركبه دي بتحمل عدد من الكيلوات القمح ال ال عشان ياكل الطير في السماء آه. تكيت أبو الدهب اللي في مقابله الازهر الشريف فيه كمان آه عباره عن شونه بي بياكل فيها الطير في السماء آه. لكن من الحاجات المهمه ان المصريين عملوا إبداعات كثيرة جداً جداً فمثلاً على ذكر ما كانت تفعله السيدة عائشة إيه اللي حصل؟ المصريين كان عندهم القلل زمان واللي عارف بينزل في منطقة الأزهر الشريف أو منطقة الضرب الأحمر كانت تتحط القلل ويتحط عليها شاشة عشان ما ينزلش في الغبار بس في كمان واحد نزيه كان يحط فيها موارد ومظاهر إيه الموارد والمظاهر ده؟ قال لك لانني اريد ان اطيب الصدقه بيطيب الميه للناس بيطيب الميه اللي هي الصدقه اللي هو السبيل للناس آه. ان خير الصدقه آه... سقيا الماء كانوا يلونوا القله كمان لو. طبعًا. طبعًا, لول... طبعا 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 فكل الكلام ده كل الكلام دوت لان انا بقول في قاعده عند المصريين مبنيه على فكره ان التدين عندهم الوسع انا بحب الحكمه دي انا بقول الحكمه دي وبحبها جدا ان من علامات صدق الحب الابداع في حب البديع اه صح ان الواحد هل جزاء الابداع الا الا ان نبدع في حب الله سبحانه وتعالى؟ ونعم بالله فالابداع دوت هو اللي يدخلنا من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، المصريين عاملين كده عندهم هذه الحاله من الابداع في حب البديع سبحانه وتعالى. عارف حضرتك لما هو يصيبهم بالكابه وبيصيبهم بالكابه ليه؟ هو بيصيبهم بالكابه لان الانسان المكتئب ضعيف اه عنده مصاب بالهوان الانسان الذي لديه مرح عنده سعة وعنده بشر هو لو أنه قال له والله النهاردة الحال صعب هيقول إن شاء الله الخير جاي فهو ما يحبوش يقول الخير جاي آه يقول له هو أنت بتعمل إيه من الطاعات عشان الخير يجي آه. فهنا في, م... في في معادلة غلط في إيه المعادلة الغلط <applause> أن إعطاء الله لا يتوقف على عملي إعطاء الله فعل كريم منفصل صحيح عملي صح؟ الله سبحانه وتعالى يعطيني عندما أعمل الصالحات آه يعطيني عندما أعمل الصالحات مم. لكي يجعلني أتقرب إليه آه. أقبل عليه لكن الله سبحانه وتعالى بيكرم الكافر والمؤمن والنملة و... وكل شيء رزقه آه. سابق عن العمل صحيح. الصالح ولكن آه. أنا لن أستشعر جمال تدبير الله وكمال فضل الله وجمال معاملة الله إلا إذا كنت أنا من أهل مم. العمل الصالح لأن العمل الصالح ده هو الذي سيجلي عيني لكي أرى حسن تدبير الله وحسن معاملة الله لي أعود إلى الدراويش في مصر مين تشوف انه من ابرز الدراويش الطيبين في مصر واللي كان له اثر طيب على الناس بعض الضيوف قالوا مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله طبعًا. البعض تحدث عن الشيخ عبد الحليم محمود رحمه طبعًا. الله قالوا ده يعني دول مدارس, آه مدارس الدراويش الكبرى اه بعض ذكر اقطاب الصوفيه في مصر وقالوا دول يعني دراويشنا الكبار المصري يعني. آه ابن عطاء الله السكندري آه يعني, آه يعني آه لكن بتشوف الدكتور عمل عمرو الرداني بيشوف مين تاني يمكن حتى لو بصيت حواليه او في الاقدم شويه من رموز الدراويش في مصر انا انا شخص شويتين ثلاثه ومع اني انا تربيه مشايخ لكن انا شويه عندي اهم الدراويش هم الدراويش أه. اللي هم مين الدراويش بقى مين؟ كلمه درويش اصلا هي كلمه غير عربيه وتم تعريبها أه. و... وهي في ركن بتتكلم عن ركن من اركان قلب العبد لله الركن اللي في قلب العبد لله هو الافتقار أنه فقير ولذلك كان يسمي الصوفيه انفسهم الفقراء تحقيقا لقوله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله ونعم بالله فالفقر ده جزء منه فالدرويش هو الفقير ففكره ان الدرويش مش هو الفقير الذي لا يملك المال ولكن الدرويش الذي يتلذذ بانه مملوك زهد الدنيا لما حضراتكم آه. بتتكلموا عن مملكه الدرويش آه. هي مملكه من؟ مملكه الله من لهؤلاء الدراويش لهؤلاء الفقراء ففكره مفهوم الدرويش بمعنى الفقير هو مفهوم مركزي في حياه الناس آه. وهذا انا احب جدا 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 الناس اللي هي في الحقيقه ان الناس بتتكلم عنهم ودول كتير جدا جدا آه. كانوا يقولوا المصريين بيكملوا عشاهم نوم لا المصريين كانوا بيكملوا عشاهم رضا آه. هما دول الدراويش الحقيقيين آه. هم دول اللي احنا نستطيع ان احنا نروح لحد طيب ونقول له ادعي لي آه. والشخص دوت اللي موجود في كل المهن اللي احنا في بعض الاحيان بنحتاج لها اللي بشوفه ويبقى عينيه بتترغّرغ بالدموع لما يحس ان ربنا فرج عنه آه. هو ده الدرويش رقيق في اللحظه آه. دي في اللحظه دي تمسك ان هو يدعو لك آه. ده اللي اتعلمته من مشايخ طبعا احنا مشايخنا كلهم اللي حضرتك تفضلت تكلمت عنهم والذين قدموا الى مصر فتمسروا ولازم نعرف ان التصوف حتى لما جه في مصر تمصر آه. واحنا عندنا بيقول اللي يتمصر اللي يتمصر يتبصر آه. وحتى الشاعر العراقي الجواهري يقول وكل شيء اذا جاء مصر يتمسروا فهو في الحقيقه سيدي ابو العباس المرسي وكل هؤلاء كانوا من الذين سيدي علي وفا وكل هؤلاء الناس كلهم كانوا من الانوار لكن كما ان هناك ملح للارض فهناك ايضا انوار الارض، انوار الارض هؤلاء الناس اللي احنا ساعات بنسميهم غلابه هم مش غلابه هم فقراء وهم دول ربنا جعلهم عشان احنا نتعلم الفقر لله ولذلك انا دايما عايزين نتبنى مفهوم الدرويش المعلم الذي يعلمنا رقه القلب وعلمنا التعلق بالله وعلمنا الافتقار وعلمنا الانكسار فمالت منهم الأعناق ميلا لأن قلوبهم ملئت غرامة هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه من هؤلاء الناس هؤلاء الناس اللي لما يسمعوا اللي يسمعوا كلام عن حضرة النبي في فيتهيموا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مليش غير حضرة النبي وجمال, وجمال حضرة النبي كل هؤلاء الناس هم في الحقيقة هم من أفضل من يمكن أن يطلق عليهم دراويش وأنا دائما كنت أقول استظل الأمهات في عصرنا كانوا مصدر من مصادر النور في قلوب الأولاد صح. وهم بيدعو لهم لدرجة الناس وهم بيقولوا عبارات زي احنا عايشين بدعاء الوالدين اه صح لان احنا من اهل الله وبنصدق في دعاء الوالدين ونعم بالله يعني من كلام حضرتك انه إما أن نكون نحن جميعا درويش أو أن كل منا لديه درويش في قلبه صحيح. يبحث في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى صحيح آه. إحنا يعني إذا كان الدرويش بمعنى الفقير آه. فيأتي, فيأتي, إلى الله. فيأتي أوقات يحس بها الإنسان أنه زاب خجلا من الله أو زاب خجلا من أن الله سبحانه وتعالى وهو يسيء الأدب يتعامل معه بالتقصير ويبقى رمضان ويبقى مثل هذه النفحات تؤكد لنا معنى اساسي ان الاقبال على الله لا يحتاج الى طريق طويل نقطعه ولكن يحتاج لحجاب عن قلب ترفعه فاذا رفعت الحجاب وجدت الله امامك ونعم بالله دكتور عمرو ختاما مين درويشك؟ بخجل ان انا اقول على اني درويشي الحقيقي واللي بياخذني الى الله هو أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأظن أن هذا الله. هو, هو النور اللي بياخذني أنا وشيوخي بسلسلة الطريق كل الناس. كلها مم. إلى حضرة مولانا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول لهم ما أنا إلا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد مم. ولما وصل إلى علياء الفخر الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة نعم بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيظل يقول لنا لكي يختم على قلوبنا من أراد أن يذهب إلى رب العالمين فليسير خلف أكمل مسكين اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا أحشرني في زمرة المساكين الله يفتح عليك يا دكتور عمر نورتنا خطوه عزيزه كل سنه وحضرتك طيب وبخير طيب. وربنا يديم علمك وفضلك ويديم عليك فضله ان شاء الله باذن الله نورت الدنيا نوركم وبركاتكم الله يخليك عليكم ضيفي الكريم دكتور عمرو الورداني امين الفتوى بدار الافتاء المصريه كنا مع حضراتكم في طريق من الطرق الى الله تعددت المسالك والقبلة واحده نتوجه جميعا الى الله سبحانه وتعالى بالتقرب وان شاء الله يقبل الله منا من ذكر الى ذكر ومن مدح الى مدح في الطريق الى الله من مملكه الدراويش يا الا البيت بكم في المجد قد وضح السبيل وفيكم يحتمي الجار النزيل وإني قد نزلت بكم أقول على أبوابكم عبد زليل كفاكم يا بني الصحراء فخرا كفاكم يا لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك كشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا دا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا دا وذاك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا دا وذاك اشتاق شوقا شوقا لك